خلينا نسوي لك ورق فيسا ابو كاديه علينا ماهر. سبحان من جابنا على ما حلويات ايفل في البيري. والله كل مرة آخر مرة جيت هنا أنا وسمير جودي قعدنا برا. لا ما شاء الله كنافاته ممتازات جدا. فندعوكم أيها المشاهدين أنه تتفضلوا تزوروا محلات حلويات إيفل في رام الله والبيري. أهلا وسهلا بكم. والله يا عمي محلات ايدي سنة 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 سنة. ما شاء الله ما شاء الله.